يلا يا بنتي. بردك ما قلتليش نروح جنينة الحيوانات ولا المراجيح؟ اصل البت نعمة اللي في الحارة اللي جنبنا امها ودتها جنينة الحيوانات وبتقول انها اكلت الاسد. انا عايزة اكل الاسد. حاضر خليك تأكلي. طيب يا حاجة، وانت لقيتيها في انهي منطقة؟ في المعتمدية. لقيتها يا عيني بتعيط لوحدها ومعاها الكيس ده في شوية هدوم ليها وأوراقها. ودي شهادة ميلادها. هي قالت لي إن أبوها مات وأمها محبوسة وهتقعد مدة طويلة في الحبس، وقالت لي كمان ملهاش إخوات ولا أهل. مخبية لي يا دنيا ايه تاني وتعب نفسك ليه؟ ما انا خلصانة خلصانة اخر الأذية دي ايه؟ حرماني بالفرحة ومش شايلة قلبي هم جبال، كسراني وجعك بين ضلوعي والوجع قتال. انا واحدة فرمة الظروف ومن اللي جاي مليانة خوف، ملقتش ظهر اسند عليه حتى في النور مش بشوف. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.